اختار الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي القيام بزيارة خاصة للمغرب في خضم الزوبعة التي أثرها الخلاف الغير المعلنة بينه وبين زوجة الأميرة هيا بنت الحسين، وذلك بعد أسابيع من الأنباء التي تحدثت عن هروب الأميرة وأبنائها إلى ألمانيا ومن ثم إلى بريطانيا. مصادر اعتبرت أنه رغم التكتم الشديد حول الزيارة الخاصة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي إلى المغرب إلا أنها ذات أبعاد سياسية واقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الصامتة بين الرباط وأبو ظبي والتي تجسدت في عدم تصويت الإمارات لصالح استضافة الرباط لمونديال 2026 في خطوة مفاجئة. ومما عزز هذه الأزمة الصامتة بين المغرب والإمارات هو غياب سفير أبو ظبي عن الحفل الذي أقامه الملك محمد السادس لتوديع عدد من السفراء الأجانب الذين انتهت مهمتهم بالرباط، ما أثار جدلا جديدا حول تطور العلاقات الثنائية بين المغرب والإمارات. وكان السفير الإماراتي قد غادر الرباط في أبريل الماضي بطلب من السلطات الإماراتية، كما غاب السفير الإماراتي عن حفل استقبال الملك محمد السادس للسفراء الأجانب الذين جاءوا لتوديعه بعد انتهاء مهامهم بالمغرب الثلاثاء الماضي. وذهب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على القيام بالعديد من الزيارات للمغرب من أجل قضاء عطلته، إلا أن هذه المرة تزامنت مع الزوبعة الإعلامية التي تشهد قضية هروب زوجته الأميرة هيا من الإمارات إلى بريطانيا في ظل الحديث عن المساعي الحميدة لرأب الخلافة. وبعد تفجر القضية على الصعيد الإعلامي، اختار الشيخ محمد بن راشد البالغ من العمر 69 عاما والذي يعد أحد كبار الأثرياء عالميا حسابه على موقع انستغرام لنشر قصيدة شعر بعنوان عشتي ومتي، موجهة إلى امرأة لم يذكر اسمها متهما إياها بالخداع والخيانة. لكن مصادر أوضحت أن ما تعيشه علاقة المغرب والإمارات لم يؤثر على التعاون الذي يجمع البلدين على الشق الاقتصادي، حيث كشف تقرير يوم الأربعاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة ما زالت تحتل المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية بالمملكة المغربية بفضل التدفق الكبير للاستثمارات الإماراتية في مجال الطاقة والعمران والسياحة والاتصالات والخدمات. وفي آخر تطورات القضية، أكد موقع يومية The Guardian أن طلبات قدمت للمملكة المتحدة عبر قنوات خاصة في دبي بهدف إعادة الأميرة هيا التي كانت تشعر بالقلق على سلامتها الشخصية في بريطانيا، لكن وزارة الخارجية اعتبرت أن الأمر هو خلاف شخصي. ونقلت عن متحدث باسم السفارة الإماراتية في لندن قوله: لا تنوي حكومة الإمارات العربية المتحدة التعليق على مزاعم حول حياة الأفراد الخاصة، أما إذا كانت قد أثارت مثل هذه القضية مع نظرائها الألمان أو البريطانيين فالجواب هو لا. وتابع موقع دي غارديان: لقد رفض محامو الشيخ محمد التعليق على القضية، وتزوجت الأميرة هيا من الشيخ محمد بن راشد سنة 2004 وهي خريجة جامعة أكسفورد المرموقة، حيث كانت تدرس الفلسفة والسياسة والاقتصاد، ورزقت هيا ومحمد بن راشد بطفلين هما الشيخة الجليلة والتي ولدت في 2 دجنبر 2007 والشيخ زايد الذي ولد في 7 يناير 2012. أكد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أن بلاده تتابع عن كثب وباهتمام بالغ تطورات ومستجدات نزاع الصحراء، وتنتظر تسمية الأمين العام للأمم المتحدة لمبعوث شخصي جديد للنزاع خلفا لهورست كولر الذي سبق أن قدم استقالته من الوساطة بسبب دواع صحية حسب بلاغ للأمم المتحدة. وزير الخارجية الفرنسي أشار إلى أن إطالة أمد النزاع تعيق التكامل الإقليمي بين دول شمال إفريقيا وتعمق معاناة الصحراويين بمخيمات تندوف خاصة في شقها الإنسانية، منوها بمجهودات المغرب لتسوية النزاع.
حديث جون إيف لودريان جاء في سياق رده على سؤال كتابي موجه من النائب البرلماني سيباستيان نادو عن الحزب الحاكم، حيث تطرق وزير الخارجية الفرنسي للتراكم الإيجابي المحقق في ظل عهدة هورست كولر وما تمخض عنها من نتائج بمباحثات جنيف التي جمعت أطراف النزاع على مائدة مستديرة. تشهد سواحل مدينة دار البيضاء هذا الأسبوع مناورات بحرية مشتركة بين الأسطول البحرية الملكية المغربية وأسطول القوات البحرية الأوروبية. ونشر موقع القوات الملكية المغربية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وصول يوم الاثنين أسطول للقوات البحرية الأوروبية أورومارفور، والذي سيجري مناورات بحرية من الحجم الطبيعي مع القوات البحرية المغربية. وقال المصدر نفسه إن هذه المناورات التي أطلق عليها التمرين المتعدد التعاون ستبدأ هذا الأسبوع قبالة سواحل دار البيضاء. وأضاف الموقع الإعلامي أن هذه الدورة الجديدة للمناورات هي جزء من التعاون العسكري بين المغرب وأوروبا التي تعتبر شريكا رئيسيا للسلام والاستقرار في المنطقة. تم تشكيل القوات البحرية الأوروبية عام 1995 من طرف كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وهي مسؤولة عن المراقبة البحرية والبعثات الإنسانية وبعثات حفظ السلام ومنع الأزمات وعمليات السلام، والتي تعد قوة قادرة على إجراء عمليات بحرية وجوية بحرية. يذكر أن القوات المغربية أجرت بنجاح العديد من عمليات الإنقاذ للمهاجرين في عرض البحار خلال عامي 2018 و2019. تواصل الجماهير المغربية والجزائرية إبهارها في الأراضي المصرية نظير مظاهر الأخوة والوحدة التي طغت على معاملاتها تزامنا مع مشاركة المنتخبين المغربي والجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة على أرض الكنانة، حيث تفاعل أنصار الخضر بطريقة رائعة مع لافتة عملاقة تحمل اسم جمعية الصحراء المغربية لدعم ومساندة أسود الأطلس. ولم تكتف الجماهير الجزائرية بمشاركة الأنصار المغاربة حمل العلم الوطني في المدرجات، بل إنها حملت والتقطت صورا لها مع لافتة جمعية الصحراء المغربية لدعم ومساندة أسود الأطلس وعليها خريطة المغرب كاملة بعيدا عن الحساسيات السياسية بين البلدين. ولفت وجود الجمعية نفسها الكائن مقرها بمدينة العيون أنظار المشجعين داخل ملعب السلام تزامنا مع مباراة المنتخب المغربي ونظيره الجنوب أفريقية بينهم جزائريون ومصريون الذين أبوا إلى أن يلتقطوا صورا مع وفد الأقاليم الجنوبية وكذا مع يافطة الجمعية التي يمثلونها. وقد تنقل أعضاء الجمعية التي تهتم بمساندة وتشجيع المنتخب المغربي إلى جمهورية مصر العربية بتمويل ذاتي دون دعم مالي من أي جهة، وتحرص الجماهير المغربية والجزائرية الموجودة في مصر لمتابعة فعاليات الكانة على التجمع ومتابعة المباريات المنتخبين المغربي والجزائري في أجواء أخوية تحت شعار خاوة خاوة وبعيدا عن كل التعقيدات والتفاصيل المتعلقة بالسياسة. جدير بالذكر أيضا أن نسبة كبيرة من الجماهير التي تؤسس مقاعد ملعب السلام إضافة إلى المغاربة والجزائريين وحتى التونسيين هم من جنسية مصرية، حيث يسجل أيضا تضامن بين الجماهير العربية للمنتخبات المشاركة في كان 2019.